السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جايكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة بإذن الله ده هتبقى خاصة بالكرش بعد الولادة، يعني الناس اللي هي بتبقى والدة وحاسة إن هي لها يعني لها بطن أو لها ترهلات أو كرش أو الكلام ده كلته، ده إن شاء الله يا جماعة ده هتخش كل الكلام ده. إيه كمان برضه هتنفع للناس اللي هي عندها كرش وعايزه ان هي تدوب الدهون وتدوب منطقه الكرش دي خالص، يعني هتبقى خاصه بالاثنين. الوصفه دي يا جماعه ده كويسه جدا ومضمونه ومجربه، يعني يعتبر الوصفه دي مجربه، انا شخصيا مجربه الوصفه دي، ده كويسه جدا هجيب معاك نتيجه كويسه. طيب هنقول لكم هتعمل ايه في كمان يا جماعه بعد الوصفه دي، ان شاء الله هنعمل لكم دهان كويس جدا، ده برضه علشان الناس اللي هي يعني الناس اللي هي بترضع ومش حابه ان هي تاخد الكوبايه ديت، ده ان شاء الله هنعمل لها دهان برضو، ده هيبقى كويس جدا، ده هتدوب معاكي منطقه الكرش وهتدوب معاكي الدهون كلها. انا النهارده ان شاء الله عملت الكوبايه ديت، ده بناء على طلب ناس كتير، يعني ان هي طلبت وصفه للناس في الدهون بالذات في منطقه الكرش، فان شاء الله الكوبايه دي كويسه جدا للحاجات اللي هي زي ديت. لايك يا جماعه للفيديو، عايزه لايكات كتير للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه، شيروا الوصفه عشان ناس كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا. ويلا بينا نشوف الكوبايه بتاعتنا دي حضرناها ازاي. انا النهارده يا بنات عملت الكوبايه ديت ان شاء الله بناء عن طلب، لان في ناس كتير كتبت لي عايزه ان هي يعني عايزه وصفه لتخصيص منطقه الكرش بس، يعني في ناس تقول انا عندي جسم نحيف بس انا عندي كرش، فان شاء الله الكوبايه اللي احنا هنعملها دي ده هتدوب منطقه الكرش تماما وهتذوب منه الدهون. طيب مبدئيا يعني كده ان شاء الله هنعمل ايه؟ طبعا معايا اول حاجه هنبدا بيها اللي هي الزنجبيل. دي يا جماعه نص معلقه زنجبيل، نص معلقه صغيره خد طبعا اهيت. طبعا يا جماعة الزنجبيل دوت له سحر رهيب لوحده في إزالة الدهون، يعني الناس اللي عندها كرش دايما تستخدم الوصفات، في كل الوصفات اللي انت بتاخديها دايما استعملي الزنجبيل. تاني مكون معايا اللي هو القرف، ده نص معلقة قرف صغيرة برضو. القرف ده يا جماعة عشان الناس اللي هي يعني بتقول لها اسم تاني، ده اسمها الدرسين تمام. اما الزنجبيل بقى لو انت عندك فريش بيكون احسن، ما عندكيش ممكن تستعملي البودرة عادي مفيش اي مشكلة. طيب في مكون كمان علشان تبقى الوصفه كويسه ومضمونه معايا، لو انتوا حابين تاخدين الوصفه دي يا جماعه دي انا هشربها، انا عاملاها على اساس ان انا هشربها، انما انت لو انت فعلا عايزه تاخدي الوصفه مظبوطه حطي مع يعني معلقه شاي اخضر، ما عندكيش شاي اللي هو الباكت ده بيبقى كويس جدا، يا ريت ان احنا نستخدم في الوصفه دي باكت شاي اخضر تمام. بس انا يعني انا مش حابه ان انا اخدها بالشاي الاخضر، حابه ان انا اخدها بالكوبايه ديت ان شاء الله لان انا هشربها دلوقتي. بعد كده معايا يعني تالت مكون ده يا جماعه الكركم، نص معلقه كركم برده كده صغيره. يبقى انا كده دلوقتي معايا تلات مكونات، الكركم والقرفه والزنجبيل تمام. انا كده دلوقتي معايا الميه المغليه، وهقول لكم لسه مكون واحد ان شاء الله هنحطه برده على الوصفه ديت، بس بعد ما احط الميه المغليه. دي يا جماعه كوبايه الميه المغليه اهي، المهم عندي كوبايه الميه المغليه. لو انت عندك القرفة عيدان دي هتبقى كويسة جدا برضو، ما عندكيش اعملي المطحونة عادي مفيش اي مشكلة، وبقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. والتاني مرة يا جماعة بقول لكم لو باكو شاي اخضر ده بتكون كويسة جدا علشان تبقى الكوباية مظبوطة. طيب معايا مكون بعد كده، ده اهم مكون معايا اللي هو ايه؟ الليمون تمام. ده كده يا جماعه الليمون، انا هاخد شريحتين اتنين بس من الليمون. ده كده يا جماعه شريحتين من الليمون بحطهم في المكون ده كده زي ما انتم شايفين اهوت، هحط كمان شريحه برضو صغيره كده، ده كده اهو، وبقلب برضو. انا حطيت شريحتين من الليمون، بعد كده هحط عصره ليمونه برده صغيره، انا لسه معايا باقي الليمونه عملت يعتبر شريحتين ثلاثه، هاخد عصره بسيطه بس كده اهو زي ما انتم شايفين بس كده، ده كده خلاص.
ده كده يا جماعة انا جهزت الكوباية، هسيبها كده حوالي 10 دقايق لغاية ما تبرد معايا خالص، وبعد كده هستعمل الكوباية وهشربها. تمام. بنشرب الكوباية ديت امتى يا جماعة؟ في الايام العادية طبعا، احنا الايام دي صيام، كل سنة وانتم طيبين. هي المفروض قبل الصيام بتتشرب، قبل الاكل بنص ساعة، يعني قبل الغدا كده بنص ساعة بيكون شاربين كوباية زي ديت، وقبل العشاء بنص ساعة. طيب ايام رمضان يعني ان شاء الله هنشربها ازاي؟ ممكن ان انت تجرحي صيامك عليها، او تشربيها على ما بتقوم تصلي وتتحركي شوية ومش عارفة ايه، بيكون مثلا عدى نص ساعة. مش حابة ان انت تشربيها قبل الفطار، ممكن بعد الاكل بنص ساعة بتشربيها. اما في السحور بتشربيها قبل السحور بنص ساعة، بتكوني شاربة كوباية زي ديت. الكوباية دي يا جماعة دي كفيلة الوحيدة ان هي تذوب الدهون معاكي وتنزل معاكي الوزن، يعني دي الوحيدة كفيلة ان هي تحرق جميع الدهون معاكش، خاصة دهون الكرش، لان يعني الكوباية دي ان شاء الله ده انا عاملاها يعني خاصة بالكرش بس، عشان الناس اللي هي بتبقى يعني بعد الولادة وترهلات الكرش بقى والحاجات دي كلها، ترهلات البطن دي يا جماعة ان شاء الله دي هتفيدكم كتير. حتى الناس اللي هي دايما بتشتكي ان هي عندها كرش والحاجات دي، ده ممكن تستعمل الكوباية دي. دي طبعا قلت لكم يعني لو انت خدتيها مع معلقة شاي اخضر ده هتبقى كويسة جدا وهتبقى ممتازة. طبعا بلاش عسل، بلاش سكريات، الحاجات دي كلها ده ملهاش يعني احنا مش حابينها خالص، مش حابين ناخد الكوباية ديت بأي حاجة من الحاجات ديت. حتى لو كان عسل ابيض، ناس هتقول طب ما العسل الابيض ده كويس في حرق الدهون، هقول لكم لا، خدوها بالطريقة ديت، ده هتبقى احسن، علشان يعني اسبوع 10 ايام هتبص تلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله يعني نزلتي من حوالي 12 كيلو ل 20 كيلو، ده هتبقى كويس جدا معاك. ده لو انت استمرت، عشان الناس ما تقولش لا ده انت بتبالغ قوي في الوزن، لا لو انت استمرت عليها اسبوع 20 يوم بالكتير، ده ان شاء الله هتنزل معاكي الوزن ده. تمام. طيب في ناس بقى طبعا ممكن تكون بترضع وكده وحابه ان هي برضو تنزل الكرش او تنزل منطقه البطن ديت، وما تنفعش ان هي تاخد كوبايه زي ديت، طيب هتعمل ايه؟ يلا حطوا لايك كده وتعالى اقول لكم هنعمل ايه. دي يا جماعه بقى الوصفه الثانيه اللي احنا ان شاء الله هنستعملها النهارده. ده كده يا جماعه معايا معلقه زنجبيل اهيت، ده ان شاء الله هنستخدمها كدهان لسه للبطن، يعني المناطق اللي هي المترهله ده ان شاء الله هنستخدمها فيه. معايا برضو معلقه زيت زيتون اهي، وهقول لكم برضو القوام اللي هو ايه اللي احنا نقدر ان شاء الله نستعمله في الدهان. ده كده يا جماعه اهوت، لو انت حسيت ان الزيت جه كتير شويه ولا حاجه ممكن عادي تزودي معاكي زنجبيل اهو، ده كمان اهوت علشان تبقى الدهان معايا مظبوط. الزنجبيل ده يا جماعه ده لوحده ده بيحرق معاك الدهون وبيدوب اي دهون عنيده. ده كده بقى بقى بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طيب بندهن ازاي؟ طبعا عند منطقه البطن كده، اي منطقه مترهله عندك، عند الارداف، عند اي مكان فيه ترهلات، ده يختلف عن منطقه البطن، يعني مش شرط ان انت تدهني البطن بس ولا حاجه، لا اي منطقه فيها ترهلات عندك ممكن تدهني بالدهان دوت. بنيجي طبعا عند منطقه البطن بندهن بالدهان كده، عند منطقه البطن كده اللي هي منطقه الكرش بندهن زي ما انتم شايفين المنطقه بالطريقه ديت. بالطريقه دي كده زي ما انتم شايفين كده اهو، خلاص. بعد كده بعد ما دهنا وخلصنا بنعمل ايه؟ بنجيب اللي هو الاسترتش، بتلفيه حوالين منطقه البطن بتقفليه كويس. بتقعدي الدهان دوت لمده قد ايه؟ بتقعديه لمده 6 ساعات، ممكن ان انت برضو تنامي بالدهان دوت، مفيش اي مشكله خالص. طبعا الوصفه ديت مع الكوبايه اللي احنا عملناها دي يا جماعه مع شويه تمرينات، طبعا يعني قليل قوي مننا لما بيعمل تمرينات او بيعمل اي حركه، فلو مش بتعملي تمرينات ما بتلعبيش اي نوع العاب من الرياضه، ممكن انت تتمشي شويه، تتحركي، تروحي وتيجي او تطلعي وتنزلي، الحاجات دي كلها ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه. مع شرب الكوبايه والدهن اللي احنا عملناه دوت ده هتجيب معاكي نتيجه ممتازه جدا.
احنا عملنا يا جماعه الوصفتين الاثنين اهوت، بس في حاجه مهمه جدا حابه برضه انبهكم عليها، اي ست حامل يا ريت ما تاخدش الوصفه اللي احنا عملناها دي، تمام؟ علشان ما يحصلش عندها اي مضاعفات او اي مشاكل، يا ريت تبعد عن الوصفات اللي هي من النوع ده، تمام؟ اما الناس اللي هي خلاص ولدت بقى وما فيش اي مشاكل، ممكن ان هي تعمل الوصفه دي. اي بنت برضه عندها ترهلات، عندها يعني عندها الكرش زاد شويه ولا حاجه، ممكن ان هي تستعمل الكوبايه ديت والدهان اللي احنا عملناه ده. ده كان الوصفة بتاعتنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعة تضغطوا لايك للفيديو وتشيروا الوصفة عشان بنات كتير تستفيد من الوصفة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.